وفي إطار تعليقه على القمة التاريخية، أعرب رئيس وزراء سنغافورة لي سي لونغ عن أمله في أن تنتهي القمة بما أو تنهي القمة بما وصفه بالمناخ السلبي بالمنطقة. وامتدح لونغ في تصريحات صحفية زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قائلا إنه زعيم شاب واثق بنفسه ويرغب في إيجاد دور جديد لبلاده.